فري فاير نزلت فاير باس جديد يا اساطير. واليوم يا اساطير في هذا المقطع راح يكون في مسابقة اسطورية للحصول على هذا الفاير باس يا بوي. ركزوا معي كيف حبايبي، الله يسعد ليكم. اول شرط واهم شرط حبايبي، الله يسعد ليكم شباب، بدي ادعمكم انكم تنزلوا لتحت رابط القناة الجديدة موجود بالوصف. طبعا شباب اللي ما بيعرف راح افتح القناة الجديدة، القناة هاي فيها محتوى اسطوري جيمنج مشكل حبايبي. شرط هناك انكم تروحوا تشتركوا هنا، تفعلوا زر الجرس. وفي شرط ثاني اخر مقترح نقول لكم شو هو شباب، ليك خلينا نطول كثير، ندخل نشوف الفاير باس شباب، نحرق ابو جده ونبلش معلم. ليتس جو بوي. طبعا هون حبايبي مثل ما انتم شايفين دخلت على عروض الاحداث، عروض الصيف، اوكي خارج عن القوانين كذا شيء. هون معلم بكاتب لك كل صلاح الفوز على تصريح البويا باس 10 فقط، 10 جوهر. معقول يا جماعه نجيب الفاير باس يعني 10 جوهره؟ ليه بدنا نجرب صراحه؟ اوبا تعب علي انا بعرف حظي يعني ما راح يمشي الحال، راح نشتري 10 هذول معلم ونشوف حظنا. شباب انا بعرف معلم، بعرف ما ممكن يطلع يا جماعه. اوكي اوبا شباب، لا 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 شباب، انا ما راح اغامر بهذا الشيء لانه انا بعرف حظي بيض هالامور، فهمتوا علي شلون؟ ليك شباب خلينا ندخل على السريع. اوكي اووو الفاير باس شباب لحد الفاير باس هذا عجلت شباب شيء باللوز. اول شيء السكين، واو واو قراصنه ما قر، شوف 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 رجله، شوفوا رجله يا جماعه كيف صاير عاملين رجله باللوز. القبعه هيك، البنطال عندنا هون معلم كمان من الثلاجه. اوبا شوفوا الرقصه، وين رقصه المدفع؟ كابتن فيكتور، واو والله شيء حلو. اوه في عندنا نقار كمان، يا سلام يا سلام يا شباب. اوكي هون عندنا نظاره الظاهر، معلم اي نظاره حاطينها لحالها، نظارات الكابتن تمام. وعندنا هون كمان شو هيك، اصبر عندنا هون القنبله، يا سلام يا سلام يا سلام شيء حلو. وشوفي عندنا هون كمان، عندنا هون اوه طاوله كمان جديده، طبعا عليها خريطه الكنز معلم. شوفوا ركز معي كيف، اوه لا 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 صراحه شباب هذا الفاير باس عن جد باللوز صراحة يا معلم. اوكي انا هون الافاتار، لا البانر والافاتار، والله ما بدي بتخربط شباب، هذا البانر وهذا الافاتار. اوكي وشوفي عندنا هون كمان شباب شيء مهم يعني هيك حلو، اللوت بصندوق الغنائم، يا سلام عليك، حلو 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 كثير. ايوه تمام، الان شباب رح نعمل الترقية. اوكي اعتقد ما شفنا كل الجو الاشياء تاعه، اوه شوف في اشياء ثانية مثل هذا هذا البنطال، قصدي الموتور، موتور باللوز. نعمل ترقية، نعمل ترقية مهمية. على الجواز موجودة شباب هون، وال ايه برو نعمل اوكي. واو يا سلام بريميوم، اوه حركاتك حركاتك جميل تمام. اوكي مفتوح 21 مرة، تهنئة ترجع بينك ولي تمام، يا سلام عليك. اوكي طولوا بالكم شباب، اول شيء عندنا هون سكيل بنت. اوكي طبعا مسكين بنت يعني ما ركزت عليه كثير، اوكي هذا هو سكيل بنت يا طيبين تمام. اوه في قرش على هذا، شوفوا شلون فيو ايوه فيو ميزات خاصه يا طيبين، حلو. هون على الضربه العنيفه كمان، اوه والله شيء حلو، اشياء جديده نازله باللعبه ولا كيف يا جماعه؟ تمام بعدين وين كنا؟ وين كنا معلم؟ بدنا نضيع. اوكي عن هذا النقار، النقار شو وضع النقار شباب؟ النقار وضعه انه لازم نجربه، فيه 2 مدى وساعة تحميل، بنجربه معلم بعد شوية بالتدريب. عندنا هالطاوة نعملها تزويد برو، حلو حلو حلو. اوه هون يعطينا النقار دائم، اعطانا اياه دائم، حلو ناخذه دائم معلم تمام. وعندنا شيء ثاني هون، ايش برجع لورا معلم؟ ايش بدي ابدا اخوني. اوكي الثلاجة اللي بتنزل فيها من الطيارة اتس اوكي. شوفي عندنا هون كمان، سوش نعمل حصول على كل شيء معلم، بلاش تدوخ بلاش تدوخ يا جماعه. اللوت بوكس عملوا تزويد معلم، هدول اتركهم، هدول كمان الغاء تمام. الان ليفلنا يا شباب 60 مو هيك؟ اوكي تمام ليفلنا 60 الان، يا سلام حلو. راح نجيبها اوكي، راح نجي لهون نوصل لعند السكين عشان ما نضيع كثير يا جماعه، نجي لهون نعمل هيك تمام. اوكي نعمل هيك نشتري، اوكي هذول المستويات عم يعطونا تمام 820 من لوس، حلو الحصول على كل شيء، يا سلام. هون السكين معلم تمام، هي سكين عندنا صار جاهز. بس ولك يا شباب رح ندخل بشكل سريع يعني شباب عشان الليديز ما يصير، لازم ندخل هيك معلم نجرب اول شيء، اول شيء سكين البنت يعني طبيعي معلم، شيء طبيعي معلم، جرب اول شيء سكين البنت. ما يصير شباب
نجربه نشوف شكله بالجيم شو وضعه. تمام وينه وين الوضع؟ ايوه يا جميل هذا هو سكيل بيد يا جميليت يا جميلات. اوه وين القرش؟ كيف اوه في وشم هون حلو. وين القرش؟ وين القرش معلم؟ اه لازم نقتل. اوكي لا لا ما بيموت صاحبنا. نجرب الميزة تبعيته. حاول نقتل شي لاعب. تك 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 نهضم بفورت على السريع. تعالوا ناخذ الفرشة حاول نفايتي. شوف الاي تحت هاي شي شر ولا كيف؟ ايوه الله يستر بس شو عم يصير؟ طيب قول لي طلع القرش. ايوه طلع القرش. شفت شو طلع القرش؟ حلو حلو القرش القرش الجميل. سوي نكمل تحت شوي نشوف. اصبر شوي. ايوه اوه القرش عم يطلع معلم. شوف القرش كيف عم يطلع. هاي بلوز حلو كثير حلو. اوكي الان نرجع شخصيه الشاب. يا سلام هذا هو السكيل معلم. انا عندنا اخطبوط المره مو قرش. تمام شو معنا هون رخصه؟ نحط الرخصه هاي شباب. وين الرخصه؟ هي الرخصه راح نحطها. وين نحطها يا شباب؟ نحطها هون. نحطها هون. شوف الرقصة كيف بيعطي شكله. والله بيعطي شكل أسطوري. وين الرقصة؟ أين هي راحت الرقصة؟ هاي هي هاي هي بوم انطلق أيوة المدفع. حلو والله حلو يا شباب حلو كتير. ثواني أوكي عندنا هنا كمان حقيبة القرصة. أوه والله شاب شيك تمام. يعني ما يبين على اللعبة ما يبين عليك ان انت حاط حقيبة بدل ما البلغ عادي. ما يعني كل الحقيبة مثل حقيبة سطل برميل مازوت ما اعرف. المهم عليه بتشوف كل حجمه الكبير بيكون مرات تمام. بس ولكن هي اتس اوكي. ها هو اللوت حلو على هيدا نزلة القرش. تمام عندهم مركبات. شفت موتور اعتقد. ايه هي موتور والاضافات هذول على هي الافاتار. اوكي هذا واحد كان ولا اثنين ما اتذكر. بانر شو الاخرى هون يا معلم؟ هدول الصناديق ما صناديق حبيبي والله باللوز. تمام اوكي رح ندخل على الساحه هي معلم كالعاده. تمام رح نجي نشوف شوف الرجل الرجل تبع اللعبه عليه والله شيء شيء يعني بيدوخ شوي. ما انا متعودين هيك معلم. شوف رح بمشي اللعب عليه عادي معلم بضعه باللوز حلو. رح نجرب هي. شو كان عندنا لازم نتفرج مع بعض؟ شو اسمها هي؟ طاوة مين موجودة هون؟ وينها؟ وين الطاوة؟ هاي موجودة الحقيبة. هاي الحقيبة معلمنا رقم واحد. هاي حقيبة رقم اثنين. اوكي وهاي حقيبة رقم ثلاثة. والله ما تبين ابدا يا جماعة مع السكين. يعني جاي مع السكين تمام يعني شو ما تبين ابدا يا جماعة. شايفين كيف؟ يعني تحس يعني كأنك ملك حقيبة ابدا. حلو ايوه في نقار. النقار نسيت قاعد بقول لك عليكم نسيت شغلة. النقار هذا شو وضعه؟ ثواني يا اخي افتح يا اخي لا تعذبني معلم كل مره. ما فيك بتصير معي شباب. اي نقار ناخذ واحد ثاني. تمام نقار ونجرب الرقصه. انطلق ايوه المتس بدفع بوم. هاي الله خرج. شوف 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 باللوس. شوف النقار معلم 65 عم يضرب فين هذا النقار بدل معلم. طبعا انا معلم بالوتر نوب ليك راح ندخل نجرب معلم نشوف اللعب. هذا النقار بالجيم. ايوه اوه هاي طلع الافكت معنا. شو اللي اخطبوط طلع الاخطبوط لما قتلت اللعب. حلو اوكي عليكو. اوه يا سلام معلم. ايوه وانت 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 اي لا قدر الله فيها والله يا اخي بدنا نشكل الوضع. اوكي تعالوا لهون نشوف الوضع معلم. يا شباب اقعد انا معلم طار معلم وين رايح؟ اوه شو شو عم بيطلع لي فينا ذاك الاخطبوط معصب معلم. عم فرجيك معصب يعني هي الطاوة معلم. شو معلم هي الطاوة هيك حطيناها عرضناها بالبلاد. والله الطاوة حلوة كمان شباب. اوكي شباب بالنسبه للمسابقه يا شباب الله يسعد ليكم غير ركز شوي عشان ما نطول عليكم كثير. انكم اشتركوا بالقناه الجديده الله يسعد ليكم حبايبنا وحطوا لنا لايك وشوفوا اخر مقطع ولايكات هيك بعدين تفجروا الوضع. اوكي وشي مهم شباب تروحوا على الانستغرام تاعي رابط الوصف تعملوا لي تاج شباب اللي كل اسطوره معلم عمل اشتراك. تمام رح نعمل سحوبات شباب اليوم رح نربح مثل ما قلت لكم انا قلت لكم بالمقطع ولا شباب رح نربح 10 اشخاص يا جماعه
10 اشخاص يا جماعه اوكي. سو نشوفكم على خير، مستنتظركم شباب، ما تنسوا تضغطوا لايك.